أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة توقف 26 مستشفى من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة عن تقديم الخدمة الطبية، مطالبة الأمم المتحدة بالعمل على نقل مرضى مستشفى الشفاء في غزة إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج. وفي مؤتمر صحفي أشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى خطورة أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل غياب الأدوية والمستلزمات الطبية. إننا نطالب الأمم المتحدة والمنظمات الصحية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي للسماح بنقل الأطفال الخدج والمرضى المتبقيين في مستشفى الشفاء إلى مستشفياتنا في الضفة الغربية أو مستشفيات جمهورية مصر العربية ليتلقوا علاجهم بين أبناء شعبهم وبين أبناء شعبهم وأشقائهم، ونحمل سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم. وهنا نتساءل، هل منع دخول الأدوية وحرمان المرضى من حقهم في تلقي العلاج وحرمان الأطفال الخدج من الأكسجين وحرمان الأمهات من حقهم في الولادة الآمنة وحرمان مرضى السرطان من حقهم في تلقي أدويتهم وعلاجهم وحرمان مرضى غسيل الكلى من حقهم في تنقية السموم من أجسادهم، هل كل هذا هو ضمن حق ضمان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟ إنه عدوان سافر وجريمة نكراء وإبادة جماعية بحق القطاع الصحي برمته.